بعد من الصخور هذيك بس. أم العقمان راحت انكسرت أم العقمان زعلت علي. ما شاء الله. السلام عليكم، صباح الخير. اليوم الثلاثاء 26/10/44 هجري، وافق 16/5/23 ميلادي، على الساعة 5 الصباح في مدينة الليث. حركت من البركة على الساعة 2، رايح جدة، بروح أجيب أمي وأبويا، إلين بريح اليوم وبكرة بأخذهم وأرجع أبها. لكن قلت أمر هنا على الليث أشوف لي محل صيد فيه، ما معي إلا القصب حق الكاستنج، خور صغير كذا في على الكورنيش نفسه، بس ما أدري كيف المنطقة هذه، والله ما أدري كيف. قابلت هنا شباب الله يوفقهم، عرفوني المنطقة، جيتها أول وهي موج، حسبتها عميقة لكن ما فيها عمق، فما تنفع كاست، خاف اشتغل كاست صخر. بروح والله صقعت بالي، بروح أشوف قدام هناك، كان في سقالة خشب هناك بس يقول الشباب شالوها. بجرب المنطقة هذه، هذه زي المجرى، مجرى الموية حق اللي يدخل الشركة. زمان أنا وأحمد الغامدي أبو أنس جلسنا هنا، وما شاء الله طلعت معاه شعفا فيها 9 كيلو على طعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا في ضرب هناك، والله أشوف هنا في ضرب هنا وهنا. وبرضه قد طلع معانا عقام هنا او 2، قد طلعت انا شعف انا اول يمكن فيها 7 كيلو، وكلام هذا زمان قبل 7 سنوات ولا اكثر. وابو انس طلعت معاه شعفان فيها 9 كيلو، وقد طلعت 2 عقمان من هنا. حاولت هنا ما في شيء، بقرر من عند الجسر، نقرر من عند الجسر ان شاء الله ما في هناك، ما يكون فيه شبك ولا شيء ولا حاولت ما في شيء. في برضو مجرى ثاني قدام هناك، خلنا نشوف اذا مسموح فيه الصيد، ما هو مقفل رحت. وفي برضو هناك فيه محل على العميق طوالي. هذا واحد من الشباب يقول لي قابله عند المرسى عند القوارب، خلنا نشوف. والله ما اعرفه، ما اعرف الرجال، قابلتهم هنا هم عرفوني الله يوفقهم. اني والله ما اتذكر زمان جينا صيدنا هنا، لكن ما هو ذاك الزود حتى الصيد، يعني ما هو ذاك الشيء اللي طلع معانا. اتذكر انه طلع معانا هنا بس، وفي محلات هناك بس صغار، اما الكبار طلعت معانا من المجرى هذا. ما شاء الله هذا مرسل جديد بس باقي ما قد افتحوه، فبروح اجرب. دلوني عليه الشباب والله يكتب الخير، نروح نجرب حظنا. ما شاء الله هذا المرسى القديم وهذا الجديد اللي هنا، نجرب حظنا الله يكتب الخير. القارب رايحة جاية، منطقة هنا عميقة، بجرب مع الجد عشان ينزل تحت، ما نفع كذا ارمي ماشي. نجرب هذا الجق ان شاء الله انه يضبط. الله يعين اني قبل ما بزيد احاول كذا محاوله كذا ارمي موزه صخور، ما في شيء. يقول يا الله يا كريم تجي حبات كبار. الاسماك صغار اللي موجوده هنا، بحرك هنا القارب رايحه جايه وما اضرب شيء. هنا جربت برضه ما في شيء،
بروح اشوف الموقع هناك، محل ما كنت في الصباح بروح اشوف المحلات اللي هناك. كان في سقالة هنا خشبية باقي اثارها بس شالوها، ولا كان في سقالة هنا لين هناك على العمق على طول كنا نجي نصيد فيها، لكن الحين ما عاد موجودة خلاص. هذه القواعد حقتها، نروح لهناك. صغيرة هي ما هي كبيرة. أتذكر أنا وبرضه معي أبو أنس هنا، هي ما هي عريضة السقالة، يمكن عرضها زي من هنا إلى هناك، زي من هنا إلى هناك. كنا ثلاثة أنا وأبو أنس وواحد معانا جاء مع سنارة، وصرنا حطينا ثلاث سنانير عشان ما يكون في زحمة. شوي لجانا واحد من الشباب قال أنا من مكة إلا مع سنارتين، حط جا بيننا. قال قلنا انتبه بس إذا جيت ترمي ارمي قدام عشان السنانير حقتنا. قال ما يحتاج، احنا نصيد في جدة، يقول احنا نصيد في جدة 20 واحد ونرمي بالملي. قلنا الله يوفقك، يلا ارمي. رمى سنارة شربك من الخيوط هنا وهنا، طالع في ابو انس قلت هذا المحترف ما قصر، جاء وشربك علينا الدنيا. الله يسقيها من ايام، ايام حلوة صراحة. يلا بزيد اشوف قدام اذا في شيء ولا حركت على جدة خلاص. رجعت الموقع اللي جيته الصباح، اول محل جيته، بشوف الحين كيفه. من الصباح كذا كان ما هو منطقة عميقة، لكن في الخرائط غير، في الخرائط تبان عميق. ما ادري والله ما ادري. الحين يوضح، انا نروح نجرب هناك وراه بعد من الصخور هذه. بس لقيت لي قاعدة هنا، شوف هذه في البلوكة. يوم جيت في الصباح هنا اللي قابلت الشباب قالوا لك السارة بعيدة، ما هي بعيدة هنا، انا حسب انها بعيدة مرة، وما كان باين البحر كذا مع الصباح. هنا في شعب هنا الكسارة قريبة، بشتغل بالجقات هلا حتى بسخر كيفه. بسم الله، هلا انا اشوف عمق عميق ما شاء الله. ايه الكسارة هنا، متأكد كذا من الخرائط سبحان الله، لكن الشباب قالوا لي لا ما فيه. انا حسبها بعيدة هناك، قلت 50 متر ولا 100 متر، لكن كويس هنا. في واحد سألني من الشباب يقول تضرب الهوامير على اللورات وعلى الجقات، تضرب على اللورات اذا كانت منطقة يعني ما هي عميقة، اهم شيء اللور انه يعدي من عندها يمشي من فوق، يعني منطقة الشعب فيها مترين مثلا وفي شعب تحتها تضرب عليها. الجقات كويسة، الجقات حلوة ايش انها تنزل القاع وتحركها، تبدأ ترقصها، فإذا شافتها تضرب عليها. في الهامور برضو ما يترك شيء، اي شيء يعدي من قدامه لور ولا جق يضرب عليها، اهم شيء انك توصل له. الحين منطقة عميقة كسارة وعمق، لما ارمي باللور اللور فوق ما تضرب عليه، لازم انه يكون قريب منها، ولا تضرب اياها على اي شيء، اهم شيء تقرب اللور يكون قريب منها بس يعدي من قدامها، سواء تسقيط منطقة عميقة بالجقات او تشوف المناطق اللي ما فيها عمق، شعب عمقها متر ونص ولا مترين، لان اللورات ما تنزل اللي نستخدمها، تنزل 30 سنتي 20 سنتي 40 سنتي بالكثير 50 سنتي. ما في بعضها تنزل الى متر ومترين، لكن ما نستخدمها على حسب الشفة اللي هنا، ويجي مسجل على الكرتون اساسا زي هذا. شوف كيف، شوف المنطقة هنا ما يجي لها نص متر، شوف ما لحقت الصخور، يعني اكثر لو اقول ينزل 70-80 متر بالكثير اللي نستخدمها، لكن الاشياء الثانية اللي يجيك الشفة حقتها كبيرة هذه تنزل الى 200 و3، لكنها ثقيلة في السحب ما نستخدمها، نستخدمونها في قوارب جر. تمنيت اني اطلع مع اي حاجة
أشارككم فيها، لكن الحمد لله زي ما شفتم توكلنا على الله الحمد لله. أوه وكني تورطت، بتقول لي داخل حلبة والله حلبة مصارعة. يلا توكلنا على الله. بقي بيني وبين جدة تقريبا 200 كيلو و200 عليها، نوصل هناك نريح والصيد اللي احكي عليه. لكن حبيت امر على الديث واصور لكم الشواطئ فيها، قلت اذا بيطلع معي صيد ولا لا، لكن ما كتب لنا نصيب. اللهم لك الحمد. ايه والله النمل حتى على الورات ما تخلينا. والله شيء هذه اذا هي اخطر مما ايه معسل. استغربت الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا رب. السلام عليكم، صباح الخير. اليوم الاربعاء 27/10/44 هجري، وافق 17/5/23 ميلادي، على الساعة 5 الصباح. توقعوا فين؟ في عروس البحر الأحمر جدة. جيت أمس وقلت خليني أجرب الصباح هنا، دلني على الموقع هذا أبو حافظ يقول لي كويس الكاست، ولو أني أشوف الشعب قريبة، ما أدري كيف الصخور هذه قريبة مرة. تغيرت علي الدنيا، عهدي زمان بالكورنيش لما كان طريق الملك بس وطريق الكورنيش رايح جاي ما في تعقيد. الحين ما شاء الله تبارك الله تغيرت الدنيا، ماني داري فين انا، ماشي على الخرائط. اعطاني النقطه وماشي على الخرائط لين ما وصلت هنا. والله ما شاء الله اللعب مليان، بنجرب اول رميه والله يستر ويسر يا رب. حطيت جق ما عليه حسافه عشان لو صخر ولا شيء. انا اشوف ما ادري كيف المنطقه كيف عمقها. ما شاء الله والعمق ما شاء الله، يمكن فوق 30 متر، ما قد وصلت القاع. والله من جد بحر جد غزير مرة، ما بوقفها كذا، ما بوصلها الأخير. شوف هناك القاع ما شاء الله، لكن ما انت مرتاح في الله. والله وقفتها قبل ما ما هي راضي، ما هو راضي يوصل قاع من الغزر. ما شاء الله ما شاء الله غزير غزير مرة. متعود هناك بالكثير 10 أمتار، هنا يمكن فوق 30-40 متر. هذا الجق أظنه 50 جرام، ما مشكلة بجربه، بخليه ينزل للقاع المرة هذه، بخليه ينزل. المسافة بعيدة ما شاء الله، رمية بعيدة بس. أيوة ممتاز. أشوف كم يقعد ينزل بايك ما شت. أيوة الحين بدأ أشوف شكله بتخلص البكرة، ما قد وصل. ها والله ما أدري في صخور تحت ولا لا، كيف يا الله كده تجربة. باقي باقي ما شاء الله والعمق ما شاء الله تبارك الله. لسه خلص البكرة باقي ما وصل، لسه ما وصل باقي ينزل. خلاص كفاية والله ما عاد يمدي، شكلها على طول تسخر. يا الله يا كريم، هذه السحبة دي تعبتني.
والله من جد والله تعبتني ما شاء الله. والله ما القفها السحل يطارد ورا الاسماك، عنده شوكتين في الذيل يروح عنده شو يطارد وراها شو ما يتركها. والله لقافه سبحان الله السحل على ام السجان ما شاء الله تبارك الله. والحبات الاحجام ما هي بسيطه، احجام كبار. نزلتها شوف شوف شو اللي طلع ابو عدس. ياه نزلتها لين قاع، هذه اللي طلعت منها. اول صيد لي في جده، اول صيد. شكلها قد ماتت لانها جايه من عمق. اول ما شو اسمه رفعتها على طول. ويه ما عاد فيها حركه. ما عاد فيها حركه، بتموت شو. ايه بتموت. المفروض اني انسم لها. حلوه انسم لها، يعني افرغ الهواء اللي فيها. المفروض ما شفتها. جايه من القاع يمكن 30 متر ولا 40 متر. عمق مو بسيط. لكن الله يغفر الذنب. ما كنا نبغاها. السمك الكبير هناك. ما شاء الله. في اسماك عايمة هناك بس ما ادري ايش هي. ارمي لها شوية كذا. ايوه وسخرت. اقلعها. سخرت. ايه هذا اللي خايف منه. الله سخرت. بس شو نسوي نقطعها. والله جمعت. ابى اطلع بهذه في نكسر القصبة. انكسرت القصبة علي. الله يعوضنا. عمس اليوم. الله انها عمس. شو انكسرت. انكسرت مني انا ما انتبهت. مدري كيف انا ضغطتها. اثاري انك صفطتها كذا بزياده. شوف كيف ام العقمان راحت. انكسرت ام العقمان. زعلت علي. يلا الحمد لله. الحمد لله والشكر. الله يعوضنا. ما هنا نصيب يعني. بس رجعها كذا وطلع حاول فكها. مسخره وانكسرت. جمعت كلها. ايوه جمعت اكثر. ابغى ارفع القصبة هناك واسحب هذا الخيط. ونسيت من الوصلة الصغيرة فنزل مع الخيط هناك. يعني اذا انقطع الخيط راحت. وجب انه نغيرها. يلا شو نسوي. الحمد لله شكرا. الحمد لله. بلفها على ذي قال نقطعها وتطلع. خلاص ما عاد معنا صيد. ما عاد معنا. اللهم لك الحمد. ان شاء الله تنفك غير تطلع معايا. شوفها ان شاء الله يفلت. يا الله يا كريم. قال لا تطلع. خلاص انقطع. شوف لا موجودة. كأنها موجودة. ها هي موجودة. هي كويس. يلا ابشركم طلع. شوف في الوصلة حق القصبة. نسيت منها بطاحت. الحمد لله. غير خلنا نوصلها ولا نشوف لها صرفة. والله ما شاء الله الخيط هذا ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف الوصلة. نسيت منها بطاحت في البحر. ايش اللي فرد. شوف الهوك انكسر. والله ما شاء الله الخيط هذا تكله. خيط والله ما بسيط. عرفنا الحين. جربنا الخيط. يا ما كسرت القصبة. يلا الله يعوضنا. القصبة كويسة ما فيها شيء لكنها غلطة مني. قاعد اشد وما انتبهت اني ماسك القصبة.
ماسكها زي كذا وثاني اشد وهي تبرم كذا، ما انتبهت لها فانكسرت. دام راح علينا الصيد خليني اعطيكم طريقه تنفع اذا انكسرت عليك القصبه. تروح محلات الصيد هذه كمثال، يعني هذه كمثال، فيه اللي يسمونه راس القصبه تلاقيه عنده موجود، تاخذه من عنده وتصفره الى ما يصير يخش، لان هاي جايه زي فتحه شوفها، الى ما يصير هذا يخش هنا صنفره، والجهه الثانيه نفس الشيء يكون اطول شويه، والجهه الثانيه تكون نفس الشيء برضه يخش هنا. شفت الين خلاص اذا ثبت كذا واخذت المقاس تمام تبدا تغري جوا، تغري هنا وتغري الجهه الثانيه وتثبتها، بعدين تلف عليها خيط حرير صغير زي كذا، تلفه كامل عليها وتحط عليه سوبر جلو خلاص تثبت. هذه ايش بسوي بها؟ هذه بفك الراس اللي هنا واحاول اركبها هنا مباشره، تصير قصيره وهذه استغني عنها، اركب افك هذا واركبه هنا مباشره واستخدمها وبشتري واحده ثانيه. ما صبرت بجرب كذا بدون الراس بعدين اسويها، بس خليني اشوف تمشي معي كذا ولا لا. قدني هنا ما ادري كيف الرمي، اهم شيء الرمي، والله انها شيء لكن كيفها يبغى لي اي كويس. ايوه هذه اول وحده، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذه مكسورة الله يستر ما شاء الله. المشكلة في الصخور، مشكلة منطقة عميقة في الصخور، ما شاء الله تبارك الله والله ماشي. كيف تطلع ذي؟ والله كبيرة والله ما شاء الله، ما ادري ادري ايش هي، كنا بيضة يعني، يوم انكسرت وناس يجي الضرب عليها ما شاء الله. تكون في صخور، في صخور ها، مش ماسكه في صخور، لازم اعطيها مجال تطلع صخور ما شاء الله، والله في صخور ماسكه. هذه بيض، يلا تبارك الله الله يجيبها، يا الله يا كريم، ماسكة بالشعب المشكلة، عميقة وماسكة بالصخور، الله يجيبها. كيف يجيبها الحين ذي؟ كيف تجي؟ كبيرة ما هي صغيرة. أوه بعد أنتم جايين عندي هنا، احتكاكها بالصخور واضح، يا واضح بالصخور، ما صعب انها تطلع، الله يجيبها. منطقة صعبة، شوف شوف كيف سنارة، شوف احتكاكها بالصخور جاية كذا وبعدين جاية على الصخور، منطقة عميقة وانا زي هناك واقف الحين سخرت. شوف يا الله يا رب، اوه ماشي ماشي يا الله، تعالي ايوه اوه نشيط، ان شاء الله تطلع من الصخور، ان شاء الله تطلع. شكلها بتكمل على القصبة. ايوه ايوه طلعت، يا الله يا رب، هي ماشية كويس ماشية لكنها كبيرة،
الله. باقي احتكاكها بالصخور واضح. ايوه طلعت كويس. الله لا والله باقي. باقي بالصخور. يوه. يلا يلا يلا. ما شاء الله. الله يجيبها. الله. وصلت الحفة هنا قد هي. الله يا كريم. اهم شيء اشوفها بس. ايوه ايوه يلا يلا. اطلعي اطلعي مصخور. اوه الله رجعت في الصخور مره ثانيه. رجعت في الصخور. ايوه طلعت. يلا ومسكت الحين في الصخور. يلا يا رب. هي اطلعي اطلعي كويس طلعت من الصخور. ورينا نفس الشيء. اشك انها بيض انها قرم. اشك انها قرم بس انا باقي احتكاك الخيط في الصخور. هنا هنا في منطقة. رجعت في الصخور. رجعت في الشعب. اوه قطع خلاص. اوه ما ادري ايش شكلها. قرم بياض كذا. عارف اني انها ما بتطلع. صعب صعب انها تطلع والله. صعب صعب. احتكاك الخيط في الصخور واضح من اول ما ضربت لين شو ملقوف ذا. يا الله اللقافه. الله يعوضنا. والله حمستني ذي. بزيد احاول دام انها ضربت. يوه هو المشكله هنا ايش؟ انا اقول لكم كيف المشكله. المشكله اني كاني جالس هنا. انا جالس هنا فوق وبعدين هذه شعب بعدين نازله كذا. فهي جت من بين الصخور من هنا. هذه الصخور علق بينها الخيط وطول ما انا اسحب الخيط يحتك. شوف لما اوصل الفلوروكربون قرب عنده قطعه. يلا الله يعوضنا الله يعوضنا. الحمد لله. بجرب هذا. بزيد نحاول كذا محاولة. والله هذه تمنيت انها طلعت. لكن حتى قاعد افكر حتى لو طلعت كيف اطلعها هنا؟ كيف توصل معايا هنا؟ ما في محل انزل لها ولا في. والسمكة كبيرة ما هي صغيرة. واحتمال انها قرم بياض. يعني احتمال كبير انها قرم بياض. ما ضربت لي ام سنارة معوقة. لكن الحمد لله. بزيد احاول نجرب هذا. لكن الخيط تكله صراحة. الخيط ما شاء الله تبارك الله على احتكاك الصخور. وعلى ذي ما شاء الله تبارك الله. لكن شوف المنطقة كيف. كيف اطلعها. بيني وبين هذه تقريبا 5 امتار او 6 امتار. بيني وبين يلا زيد احاول. مع السنارة كويس. اما انكسرت ما عاد يم العقمان. قد يم شيء ثاني. يلا يلا ان شاء الله انه فين الخيط. يلا يجيب الخيط. شكلها بيجي ضرب الحين مع السناره مكسوره. والله بيني وبينك اتمنى بسمكه طيبه لكن شيء معقول اقدر اطلع. هم شيء
فوق الثمانية إلى سبعة كيلو كذا وفوق صعبة. وهذه توقع أنها فوق الثمانية، فوق ثمانية كيلو اللي مسكت. هي قرم، قرم بياض ما غيرها. أوه تفت. يلا كويسة اللورات هذه ما تغوص، شوف تقعد فوق، تنفع في المناطق هذه بحيث انك تبغى تسحب شويش تقدر تسحب شويش ما ينزل صخر. الله يجيب الخير. مر علي واحد من الشباب هنا عارف السيارة ما شاء الله عليه، سلمت عليه فيقول لي هنا يقول مليانة قرون بياض كبار، وفعلا اللي ضربت معايا قرون بياض لكن يبغى لها عدة ثقيلة، انا ما عندي عدة ثقيلة يبغى لها لانها كبار، هي يقول من 10 كيلو 15 كيلو، فعلا يبغى لها عدة ماكينة كويسة وخيوط قوية عشان تجلدها، ما تعطيها فرصة النات. انا ما في مجال عندي، ما لازم اني اعطيها فرصة. شدت الشمس ورميت، رميت ما طلع شيء، وبحرك شكلي بروح على السوق، على سوق السمك اشوف المحلات اللي هناك بشتري لي قصبة، يا باخذ نفسها ولا اللي لقيت احسن منها باخذها. الله يكتب الخير، مالي نية اني امر السوق لكن عشان القصبة ذي ابغى اشوف لي قصبة، والحمد لله والشكر، الحمد لله توكلنا على الله. قدري ماشي الا ابو حافظ جايني اللي قلت وعدت انا وياه هنا بس تاخر. حياك الله عادل يا رجال، كيف حالك؟ طيب شو اخبارك؟ هاي رسمة بنتك؟ ها رسمة بنتك؟ ما شاء الله بنتها رسمتها ما شاء الله. طبعا هذه الطريق يقول لي ابو حافظ حق الفورمولا، هذا حق سباق السيارات، وهذه رهيبة لكن في التطبيق ولا ايش؟ تشحن تطبيق. تشحن تطبيق؟ تطبيق عندك وعرفت تقرا رقم السري وتاخذ تمشي بالله. ايوه هذه محطينها هنا هنا عرفت كيف تسوي بها؟ هنا ما ادري لها طريقة هي معينة ايه؟ اظن باركود ما ادري، المهم ايه؟ لها طريقة، لها طريقة تطبيق ويشتغل معك ما شاء الله. عارف شوف كيف ما شاء الله، يعني شو اسمها تمشي كذا ايه؟ يلا خذ القصبة صيد هناك، ما عجبك قض روح هناك صيد. والله انها رهيبة والله، المنطقة هذه فيها سمك، فيها سمك كبار، فيها سمك كبار، لكن يبغى لها عدة ثقيلة، يبغى لها عدة ثقيلة، عدة كاسة عادية ما ينفع، يبغى لك مكان كبير. والله روعة المكان، تجي ضربات. اي والله المحل هذا ما شاء الله، وهذا الكسر شوف كم راح منا، راح منا تقريبا شبر، وكنت مسميها من العقبان. دقيقة ترى اظل عندي راس. زعلت زعلت، لاني بركب لها بس لازم اشتري، زعلت علي مسميها من العقبان، فانها تزعل علي، ما كسرت فانها تجيب لها بياضة ما ادري ايش هي. فوق العشرة كيلو قلنا 8-10 كيلو ما هي صغيرة. هزاتها يلا الله يعين. الحين الحين بروح اخذ لي سنارة بشتري منك، وان شاء الله الليل نتقابل هنا، نتقابل هنا نصيد بطعوم احسن نجرب حظنا. فرصة اني قابلت ابو حافظ باحتمال اذا ما بمشي بكرة بدري ممكن نرجع في العصر هنا ولا في الليل نصيد، نجرب طعوم برضو كاس وطعوم. الحين بمر على السوق اشوف لي قصبة ولا شيء بدل انكسرت هذه. مريت على السوق، على سوق السمك، المحلات اللي هنا، وغيرت ركبت هذه، ركبتها على طول، واشترت قصبة ثانية ما هي بلو سنايبر، لقيت واحدة ثانية عجبتني بجربها بعدين بوريكم اياها. الحين ما في وقت افكها، لكن اذا في العصر ولا في الليل رحت هناك فكيتها ووريتكم اياها، اشوف انها ممكن افضل من هذه. برضو في الليل على الساعة 8 في المساء، زحمة طريق المدينة الحين في جدة، بروح نفس الموقع اللي رحت اليوم الصباح. الله يعيننا على الزحمة، بقابل ابو حافظ هناك نصيد، المرة هذه بنستخدم طعوم. يا صياد كيف حالك؟ طيب بديت ولا باقي؟ رميت ولا باقي؟ يلا جايك يلا. نفس الموقع اللي اليوم اللي جينا، نفس الموقع
عندنا. الله يكتب خير. المرة هذه طعوم. السلام عليكم. كيف حالك؟ طيب. شو اخبارك؟ جبت سنارة؟ ايوه جبت سنارة. لا كويس. وطعم معاك كل شيء. شغل ثقيل. ترى ما معي مويه والله. كل شيء كل شيء. معك كل شيء الله يعينك. جلسة. يلا نبدا الحين والله يكتب خير. رميت ولا باقي؟ رميت ولا باقي؟ الحين طبعا هذه محيا. هذا محيا الاسماك نفس اللي عندي تقريبا، لكن هذه يستخدمونها محيا. ما تحطوا تحطوا يا سمك عادي اذا صدق. لا بحط يا سمك. تحطوا يا سمك اذا كويسه كويسه جايه تقريبا نفس اللي عندي نفسها قريبه نفس القماش ونفس بس انها عشان تنصبط صح. اي كويسه احلى ما فيها انك تقول باكي وخلاص. ايوه هذه هذه ممتازه. لا لا ممتازه ما شاء الله. كم اخذتها؟ اخذتها ب 50. 50 كل على الغاليين والله غاليين. اي والله لا يا شيخ والله يا جت سحبه ان فزينا ان فزينا من هنا. ها مصفر مصفر يا ابو حافظ. اي والله جت ما لقى ما لقم. ها والله يا ضربه ما شاء الله تبارك الله. انا فزيت انا استغربت نسيت من الله. شوف الكشاف شوف الكشاف من قوه الضربه رمى الكشاف. يلا الله يجيب الخير. انا باقي ما جهز. هذه قصبه ابو حافظ حطيت لها تطريف 70. الخيط ما شاء الله كم ذاك كبير 45. وحطيت مصفر بحط نص حبه سلماني وارميها هناك في العميق. احط لاثق الكبير وارميها في العميق. بس يبغى لها شغل مضبوط. خلاص نجهزها الحين يا كريم. خلاص جاهزه اركب لها الحين الا والله ودي اكبر من هذا لكن يلا نص حبة نص حبة سلماني. ايوه يبغى لي شيل هذه بس شيل الديول بس عشان اخذ سيارة ولا شيء ونخيط على تخيط. والله ودي بهوك اكبر من كذا. خيط على تخيط لين نطلع عمليات ثانية. زي كذا مشي كذا ومشي كذا من نفس المحل زي الخياطة. برمي خليها تنزل لآخر شيء. هلا أقول خل ها ها عندنا أول الحين لا دقيقة أبو حافظ دقيقة خليني أخلص هذه وأجي خلاص خلاص كذا كويسة. والله يعين خلاص تقريبا كذا كويسة. اي والله اني خلاص قابلها في ذي. بسم الله الرحمن الرحيم برميها بعيد وخليها تنزل. كيفها تسخر تمسك في سمكة؟ لا كذا على الكسرة على الكسرة كذا خليها تنزل. الله بتاخذ تقعد يوم ما تنزل تقعد يوم ما تنزل تطول. والله في تيار يسار في تيار رايح يسار. يلا رميناها وثبتناها. والله ما احب التثبيت هذا لان كذا احس انه لو جت نثره قويه طيرتها. متعود على قواعد لكن يلا الله يجيب الخير. انا مجرب منطقه صعبه والله نزل ناحية تسخير. هي للكاس افضل اتمنى الكاس افضل قلنا نجرب. ها هذه اول صيد اول صيد شوف هذه شاقه والله اقلعها ولا والوان زياده. شوف من اليوم تشد سبحان الله. اي زرديه دقيقه بس خلني والله من اولها شاقه. هذه البدايه شوفها غريبه ان ما دحشت بعد. شوف كيف لونها سبحان الله. اي زرديه فيها
توقعت في هالشيء، توقعت في هالشيء والله ما مع اللي يقص. انت بعيدك، انت بعيدك، انتبه، انت بعيدك ترى قدام اللي لا تعضلك انت بقى. ما شاء الله هذه ما وقف الضرب فيها، هذه تضرب ها، لكن اسماك صغار والكبيرة هذيك لسه ما ضرب عليها شيء. اقول لك قصها من فوق، ريح راسك، قصها من فوق، ريح راسك، خله يروح. لا تفكها، حطها برا، طيب حطها برا، فك فكت كويس، انها فكت كويس. يلا الحمد لله، هذه برضه ما وقفت، اما هذيك باقي ما ضرب عليها شيء. فين هي؟ ايش ما شاء الله، ايش هي هذه؟ عربي ذا ولا ايش؟ لا مو عربي، مو سبعة عربية، ما هو واضح يمكن. لا اقول لك تبى السنانير، مليانة كميات هنا ما شاء الله يا اخي، كنا باغة. ما الباغة يمشي ما يقدر يمشي، والله ما عرفت ايش هي، او انها عربي يمكن، يمكن عربي. حبة صغيرة ما شاء الله، مليانة هنا، بس ما ادري تبان في الكاميرا ولا لا. انا ارجع السنارة لا تروح. يلا بسم الله، انت بلمبه لمبه قدامك، يا الله يا كريم، الله يجيب الخير. باقي ما ب... ما في لا شقه لحد الان، الله يرزق الخير. الطعوم ما تنفع هنا، شوف الصخور كيف، وهناك صخور برضه، جربنا جلب تسخير والسنانير برضه نفس الشيء. هي المنطقة تنفع للكاس، في أسماك بلاوي هنا كبيرة، لكن عدة ثقيلة يبغالك، لأنك تطب في قرون بياض ولا أسماك كبيرة شدها، شدها وجرها، لا تعطيها فرصة تسخر، واللورات اللي تستخدمها استخدم اللورات اللي خفيفة اللي تجي فوق الموية، إذا سحبتها تنزل، هي اللي كويسة المنطقة هذه، ما ينفع ثقيلة، ثقيلة تنزل وتسخر. جقات برضو ترمي بعيد وخليها تنزل وارفعها برضو كويسة. الطعم الحية توقع مليان هنا باغة ومليان أسماك، طعم حية برضه، وإذا بتستخدمها بدون ثقل تطلع باغة ولا باغة أو بيضات صغيرة تشكها وترميها في المنطقة هذه، كتوقع فيها خير، ولا فيها بلاوة، فيها دواهي المنطقة هذه. خلاص توكلنا على الله، معد الله أبو حافظ بدون ما يشونا نفس الشيء إلى الصباح إن شاء الله، وموجهين على أبها. والله وصلنا بالسلامة.